رجعنا لحضراتكم علشان نتكلم عن موضوع مهم جدا، مهم جدا لينا كلنا. صحتنا هي اهم حاجه، صحتنا كمان بعد المواسم بتبقى يعني متعثره شويه. نحاول نصلح الموضوع ده ازاي، ده اللي هيقوله لنا الدكتور اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. برحب بحضرتك يا دكتور. يا اهلا يا مروه. كل سنه وحضرتك طيب، واحنا كلنا بالصحه والسلامه. اكلت فته ولحمه ورقاق انا مواطن مصري صميم. أيوه. وبعدين لما كنتش كلتهم ما كانش هيبقى الحجم ده الحقيقه. منور يا دكتور، الف هنا وشفا. كلنا الحقيقه كنا فته وكنا لحمه وكنا كبده وكنا شوربه وعملنا كل حاجه. فنعمل ايه بقى عشان نصلح الجريمه اللي احنا عملناها؟ اولا هي مش جريمه، هو الاكل ده مش دي نعمه، والله دي حاجه جميله وفيها جزء من المتعه. انا مش عايز اقول لكم ان احنا بنستمتع بخمس خواص، وكلما كبرنا هذه الخمس انواع من التذوق بيقلوا. فاحنا كلما استمتعنا وتذوقنا ده جزء من النعم السعادة. لكن هي في مشكله اخرى، ان الاكل كله بعد ما بيعدي التلت الاخير من اللسان اللي احنا كلناه سمير، زي زيت، زي الفته، زي الكوسه، يبقى فقط الاثر اللي هو ما بعد المتعه. فاحنا المتعه كلها باقيه في التلات تلات من اللسان، لان كل تلت بيشعر ببعض الانواع والخواص بتاعه الاحساس. المشكله تاتي بعد ما استمتعنا، تاتي في الشعور بالامتلاء. في ناس بتشعر بالنوم والإرهاق بعد نوعيات محددة من الأكل. يعني على سبيل الذكر، إن ممكن مجرد إن إحنا بس تذوقنا شوية يعني نوع من أنواع السكريات يبتدي يجي لنا نوع من الخمول لو إحنا مش نايمين كويس. حاجة غريبة جدا. الكلام ده بيحصل في الأطفال بعد ساعتين لتلاتة، يعني ليهم لاج تايم، تايم لاج. إحنا في الكبار ما بيبقاش في لاج تايم. ده ليه بعض الدلالات الطبيه اللي مش مهم نذكرها، لكن احنا في النهايه لابد ان احنا نتعلم بشكل عام الاكل الصحي جميعا. ايوه. يوجد غذاء لكل انواع الطعام، يعني يوجد غذاء لمرضى الضغط، يوجد غذاء لمرضى النقرس، يوجد غذاء لمرضى الكبد، للكولا، للسكر، للكوليسترول، يعني عندنا انماط غذائيه. اشهر حاجه متعلقه بالاعياد واللي فيها لحوم عاليه جدا هي موضوع النقرس. احنا كلنا يعني بعيدا عن كلمة الضغط والسكر، الضغط والسكر والكوليسترول والقلب ده حاجات ما خلاص الناس كلها أدركتها، فهموا يعني ايه ملح، فهموا يعني ايه دهون والأكلات اللي فيها دهون. لكن النقرس كثير، في ما زال بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بالنقرس موجودة. يعني على سبيل المثال، البقول الناس كلها فاكرة انها بترفع النقرس، الحقيقة عكس هذا الكلام. على مسؤوليتي، البقول بتقلل النقرس وتقلل نوبات النقرس. كل انواع اللحوم الناس كلها كانت فاكره ان اللحم الاحمر فقط هو المرتبط بالنقرس، لكن الحقيقه حتى الاسماك مرتبطه بالنقرس، بترفع النقرس، حتى اللحوم البيضاء مرتبطه بالنقرس. يبقى ده تاني معلومه مغلوطه. كنا فاكرين ان القهوه بترفع النقرس. الحقيقه القهوه بتقلل النقرس، ده مفهوم حقيقي. احنا عايزين نقول القهوه افضل مانع اكسده في التاريخ، افضل مانع سرطان في التاريخ، ملهاش علاقه بالذبحه الصدريه، هي بتقي من الذبحه الصدريه، بتقي من الذبحه الصدريه، هي بتقي من سرطان القولون وسرطان المعده، مفاهيم ما كانتش موجوده قبل كده. بتقلل النقرس بشكل قوي جدا. مين اللي ما يشربش قهوه؟ اللي عنده اضطراب في ضربات القلب، اللي عنده امراض التوتر وقلق النوم، واللي عندهم قرحه معده وارتجاع مريء، دول اللي ما يشربوش قهوه. طب اللي ما عندهمش يشربوا قهوه كده على طول ولا فنجان واحد في اليوم؟ مش هيبقى عندهم ادنى مشكله حتى لو افرطوا في القهوه. اللي ما عندهم، في ناس هتجي لها ارق من الفنجان الثاني، من الفنجان الثالث، فكل واحد في الحته دي طبيب نفسه. ايوه. في واحد هيشرب 80 فنجان مش هيحصل له اي حاجه، مش هيبقى عنده هنا ادنى مشكله. هي بتقلل الذبحه الصدريه. البقول بشكل عام والقهوه اللي هي منها البقول فيها اهم مضادات الاكسده اللي في تاريخ، البوليفينولز والفلافينولز. احنا جات لنا فتره من الزمان كنا فاكرين ان القصه فيتامينات. طب ده النقرس، بقيت بقى الحاجات التانية، يعني زي ما حضرتك قلت، مرضى الكوليسترول، مرضى المعدة أو مشاكل المعدة. الكوليسترول ده مرض جيني مزمن مكتوب على صاحبه. الأكل بيساعد فيه، لكن في النهاية هي أدوية الكوليسترول هي الحكم الأساسي في هذا الأمر.
في ناس مريضه بارقام من الكوليسترول زائد الدهون الثلاثيه على سبيل المثال بتعدي الافات. الناس كلها فاكره ان الدهون الثلاثيه يقول لك الترايجلسرايدز مرتبطه بالذبحه الصدريه. احنا الرقم اللي احنا بنقراه في الطبيعي لغايه 160. فحضرتك زمان لما كنت تروحي للاطباء هيلاقيكي 200 هيكتب لك دواء تخفض الدهون الثلاثيه. ايوه الحقيقه الطب ده اتغير منذ 15 عاما تقريبا، فما بقيناش ندي الدواء للدهون الثلاثيه عند هذا الرقم. احنا لما بنعدي 500 بنبتدي ندي دواء للدهون الثلاثيه، وهذا الكلام على مسؤوليتي. لما كل الكلام على مسؤوليه حضرتك يعني مش الكلام ده بس وعلى مسؤوليه مدام مروه الحقيقه هي اللي مغششاني هذه المعلومات. تمام. لان وجدوا ان الدهون الثلاثيه من اهم اسباب التهاب البنكرياس، التهاب البنكرياس القاتل، ودورها ثانوي في امراض القلب. ايوه. لكن اللي عنده كوليسترول عالي، اللي عنده دهون ثلاثيه، عنده دهون منخفضه الكثافه عاليه، هو ده اللي لازم نديله ادويه الاستاتينز. ولقوا ان ادويه الكوليسترول المخفضه للكوليسترول مش بس يعني فايدتها انها بتنزل الكوليسترول، لقوا انها بتقلل فرصه حدوث سرطان المعده وسرطان القولون، وليها دور في سرطان الثدي، ومنظمه للمناعه اللي اسمها الانيت اميونيتي، بتمنع حاجه اسمها عاصفه السيتوكاين. والناس اللي كان في فتره الكورونا وبياخدوا ادويه الكوليسترول كانوا اكثر يعني تعرضا اقل تعرضا للمضاعفات اللي هي من عاصفه السيتوكاين، اللي هي كانت بتؤدي الى مشاكل عاليه جدا بسبب تعاطيهم للكوليسترول. ودي معلومه قديمه بس ما كانش ليها يعني معرفه. يمكن اثارها الجانبيه بتزود فرصه حدوث مشاكل البنكرياس عند بعض الناس، ترفع وظائف الكبد عند بعض الناس، تدي شعور بالارهاق عند بعض الناس، وقليل من يعني بضع بشر من عده مئات من الملايين دول اللي بيبقى عندهم تكسير في العضلات. عشان كده ادويه الاستاتنز اللي بتستخدم لتخفيض الكوليسترول يعني من اهم الادويه، حتى بنبتديها يعني عند ارقام مبكره. بس هل ينفع اخدها بشكل استباقي؟ الحقيقه لا. أيوة. بالرغم من فوائدها دي بتقلل فرصه حدوث سرطان القولون. يعني كثير من الناس يقول لك انا عايز اخد فيتامين د عشان اقلل فرصه حدوث سرطان القولون. فعلا فيتامين د ليه دور في بس هو رقم 40. الاستاتنز دورها اعلى. الاسبرين اللي هو بتاع الاطفال اللي هو الـ 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 يعني أيوة. الاستال ساليسيليك اسيد ده دوره متقدم عن كده. الثوم والبصل وده مكتوب طبيا دورهم متقدم، ده رقم واحد. وتجنب اللحوم الحمراء ده جزء من الحاجات المهمة، واللحوم المصنعة من منظمة الصحة العالمية من عدة سنين قبل جائحة كورونا كتبوا تحذير عالمي. اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة مرفوضة تماما لكن ما نقدرش نحمي، احنا كلنا بنحب اللحوم المصنعة، من منا لا يأكل لحوم مصنعة؟ من منا لا يأكل لانشون؟ من منا لا يأكل بسطرمة؟ كل الناس بتحب هذه اللحوم، وحتى موجودة في معظم الأكلات الفاست فود لما بنروح ناكل بيتزا ولا حاجة زي كده. احنا ما بنروحش بيتزا بتجينا لغايه عندنا احنا ما بنروحش. طب انا بس مش عايزه اعدي البصل والثوم اللي حضرتك كلمت عنه ان هو مفيد جدا، بس في بعض الناس لما بتاكل بصل وثوم بيجي لها حمو وحرقان في المعده كتير جدا، فبيبقوا بيشتكوا ان اسباب الحاجات دي التتبيله اللي فيها بصل وثوم، ما نقدرش نستغنى عنهم الاثنين، نعمل ايه؟ احنا مش عايزين نستغنى عنهم. لو جينا نتكلم على الحموضه ليها في الطب 8 اسباب، 8 منهم 7 حقيقيين والسبب الثامن ده سبب مش حموضه حقيقي. ومعنى حموضه ان البي اتش اللي هي 3.5 اللي في المعده طلعت في مكان اخر احنا حسينا بيه، لكن وهي داخل المعده الحمض ده احنا ما بنحسش بيه، بالعكس ده حاجه حميده وبيؤدي دور عظيم جدا في جسمنا. رقم 1 ضعف هذه العضله. رقم 2 فتق الحجاب الحاجز وده اشهر حاجه. ارتجاع العصارة المرارية اسمها باير ريفلكس ده رقم 3. رقم 4 زيادة إفراز الجاسترين ده يعني من البنكرياس ومن أماكن أخرى، نيورو اندوكرينال تيومرز حاجة ده بند طويل جدا. رقم 5 إن أنا تعودت على أدوية الحموضة الأوميبرازول والبانتوبرازول وخلافه وجيت بطلتهم مرة واحدة. أي. رقم 6 الأكل نوعيته، لقوا إن اللبن وكل مشتقاته
بيزود الحموضه، اللبن يضيع الحموضه مبدئيا لكن يزودها، النعناع، القهوه اللي احنا بنتكلم عليها، التدخين، المسكنات، الفيتامينات، النوم بعد الاكل، الامتلاء الشبع. في ناس كتير بتقول موضوع اللبن وخصوصا اللبن الرايب، لو عندك حموضه اشرب لبن هتضيعها مباشره، بس هتجيلك نوبه حموضه بنتيجه زياده افراز الجسترين اعلى، سبحان الله. احنا اللبن ده صحي، النعناع صحي، القهوه افضل، لسه بنقول عليها انها افضل منع سرطان. تدخين، المسكنات، الفيتامينات، النوم بعد الاكل، الامتلاء الشبع، الحاجات اللي فيها زيت، سمن، محليات، كل انواع المحليات بما فيهم العسل. الاكل كله يا دكتور للاسف بس احنا عايزين نستاكلهم عشان نروح للدكاتره، الدكاتره هتشتغل ايه بعد؟ لا نبقى نيجي نزوركم ان شاء الله. بصل، ثوم، شطه، مقليات، مخبوزات، حلويات، سمين، شوربه، مياه غازيه، عصاير. يبقى في ست حاجات من اللي احنا قلناهم، منهم البصل والثوم والمحليات اللي فيهم العسل واللبن والنعناع والقهوه، دول حاجات صحيه. ايوه. وبنشجع الناس انها تاخد الحاجات الصحيه. أيوه. لكن بيجيبوا حموضه. رقم 7، الشفاء من جرثومه المعده. 50% ممن يشفى تماما من جرثومه المعده بيزيد افراز الحمض عنده. ممن يشفى من جرثومه المعده، ايوه ده اللي بيشفى بقى. لا الناس بتشفى، ما فيهاش، بترجع لهم تاني يا دكتور. حضرتك جالك كام دور برد؟ جالنا كام مره كورونا؟ كل البشر ده شيء طبيعي. رقم 8 اللي هو حموضه غير حقيقيه، التهاب المريء الايزينوفيلي او بعض الامراض اللي بتقلل فرصه الحركيه وتحتفظ بالاكل خلف المريء شويه، زي مرض الاكاليزيا. هم 6 امراض اخرى داخل المريء، ده امراض حركيه. اللي احنا بنسميه ارتجاع المريء ولا حاجه ثانيه؟ ده اللي احنا بنحس بيه ارتجاع، اللي احنا بنسميه الحموضه. ايوه. ده غير التجشؤ، ده اللي هو البلشنج اللي هو التكريع، يعني في اعراض، احنا قلنا عرض من اعراض. أيوه. من اعراض البطن، لكن عندنا اعراض لحاجات كتير، يعني في اعراض كتيره في الطب بيبقى شكلها غريب شويه. ايوه. الزغط على سبيل المثال، التجشؤ، الهرش، دي حاجات حميده وممكن تخفي وراءها امراض كبيره تظهر بعد سنين. يعني الليمفوما، سرطان الغدد الليمفاويه، ده ممكن اول علامه ليه تبقى هرش قبل ظهوره ب5 سنوات. هرش متكرر، هرش في يعني اماكن متفرقه من الجسد بس بدون علامات جلديه. بعد استبعاد امراض اخرى، في عندنا امراض كبد بيبقى معاها هرش، في عندنا امراض كلى بيبقى معاها هرش. يعني الواحد لما يحس ان هو متكرر عنده الهرش في أماكن يروح متفرقة يدور من يشوف ايه المشكله. في هرش بعد، ما يقولش ده حساسيه، لا، في هرش بعد حمام دافئ. بيعذب صاحبه ويجعله ما ينامش. ايوه. ده بتبقى علامه لزياده لزوجه الدم، وامراض لزوجه الدم، امراض زياده لزوجه الدم اللي منها زياده كرات الدم الحمراء. وفي حاجه مشابهه ليها، عرض مشابه، لا ده قد يكون بدايه لاعراض التصلب المتناسل، حاجه غريبه جدا. ايوه. ام اس، والام اس دي اول عرض ليها ممكن يكون مرض العين اللي هو فقدان البصر والم مع الحركيه ومشكلة في حركية العين، ده ممكن يكون أول عرض. وممكن يكون أول عرض الشعور بالإرهاق، ما ظهرش أي حاجة تانية، إرهاق. وممكن أول عرض ضعف في عضلة واحدة أو في عضو واحد من أعضاء الأم أس. مرض طبعا، ده مرض المخ والأعصاب، الأطباء المخ والأعصاب أقوى مني في الكلام عنه، بس احنا بنتكلم على أعراض إمتى هحول المريض ده المخ والأعصاب مبكرا. يعني هو جاي يشتكي من إرهاق، إمتى هوديه الدكتور يبقى فاهم كويس قوي، والمريض كمان يكون عنده الوعي ان انا مش هرشت وخلاص فموضوع عدى. الطب بقى ستاندرد على فكره يا هانم. فحضرتك لو رحنا للدكتور محمد زي ما هنروح للدكتوره مروه زي ما هنروح للدكتور سمير، الطب فيري ستاندردايزد، يعني ما لم يعد هناك، بقى كل حاجه ليها اساسيات. الم البطن مش هينفع نفتي فيه، يعني الم حوالين السره ده 13 سبب، الارهاق في الطب 13 سبب، في حاجات ثوابت. طيب حضرتك من ضمن الحاجات المحظورات اللي قلتها لنا حاجه كلنا معتادين عليها او معظمنا معتادين عليها، وهي شرب المياه الغازيه وخصوصا اثناء الاكل. فيعني حضرتك قلت ان ده من ضمن الممنوعات. من ضمن الممنوعات بشكل عام في الشعور بالامتلاء، وقد يكون لها اثر في فكره التجشؤ. هل المياه الغازيه ضاره بالمعنى المفهوم؟ هل هي مسرطنه؟ هل المحليات في الدايت مسرطنه؟ حتى الان لم يثبت كلمة السرطان فيها. وحتى الآن واحنا بنتكلم على ان المياه الغازية هتؤدي الى هشاشة عظام، هو ده في حاجات رقم 90 في القائمة هشاشة. أيوة. العظام. فهل انا هنتظر هذا الرقم واقول المياه الغازية هتؤدي الى هشاشة عظام؟ هي الاكثر سمعة سيئة، بس سمعتها سيئة طول عمرها بيطلع عليها هذه المعلومات، لكن هل هي مفيدة؟ الحقيقة لا.
وهل هي ضاره ضرر هي مباشر؟ هي مريحه، مريحه يا دكتور، يعني الواحد وهو بياكل كده بيشرب مياه غازيه بيحس انه بيتنفس. لو هنتكلم على المقليات والمياه الغازيه والاكل الخبز مثلا اللي هو الشامي والفينو وخلافه والمخبوزات بشكل عام، ايوه، هما كلهم في نفس هذا المستوى من عدم الفايده، هنسميها سعرات خاويه. امتي كالوريز لم يثبت عنها ضرر، بالرغم من وجود ابحاث بتؤكد ضرر، لكن الطب لا يرتبط ببحث عمله الدكتور محمد او الدكتور محروس او خلافه. الطب مرتبط بثوابت، لما تبقى كوكرين بيزد، تبقى حاجات كتبت في الكتاب، فنروج ما تم كتابته وتم اقراره طبيا. فانا لما باجي لكم مش جاي اديكم ابحاثي، انا شاركت في ابحاث كتير، هل ينفع اجي اقول لكم عليها؟ ما ينفعش الكلام ده. ننقل فقط تم اثباته واصبح كتاب في العالم كله اجماع على هذه الاراء. اما ملاحظاتنا الشخصيه وتجاربنا، احنا انا اكلت اكل غير صحي بالرغم من علمي، هل اعطيكم تجاربي الغير صحيه؟ اكيد لا. طب انا عايزه من حضرتك بعض النصايح كده اللي نقدر ننفذها، لان الحقيقه في نصايح بيقولوها لنا الدكاتره بنسمعها بس ما بنقدرش ننفذها. هو نفس الدكتور ما بينفذهاش يعني. طيب يمكن حد يعني ناخد فيه ثواب ويسمع الكلام. الاكل الصحي خلاص النهارده بقى ستاندردايزد، والمفروض رقم واحد ان احنا ما نتخنش، يعني ما تتخنش وتخس، حافظ على وزنك من البدايه، عيش عمرك كله محافظ على وزن بشكل محدد. الاكتيفيتي اليوميه، يعني ما ينفعش تصحى في يوم تقول انا زهقان، لا، انت كل يوم لازم يبقى ليك شكل محدد من الحركه العضليه، امشي، خد دش، يعني لابد ان يكون لك روتين يومي بتعمله لا يتوقف مدى الحياة، لا يتوقف بحدوث أي شيء، يعني ده جزء من الموضوع وجزء منه ده للحفاظ على، طبعا مش هقول لكم ان ده الصحة النفسية، لان جزء من الصحة النفسية فيها عالم أكبر. الحزن، لا تحزن جدا، الحزن بيأثر على الصحة بشكل عنيف جدا. الحزن أشهر حاجة ليه ضعف عضلة القلب. الحزن يضعف مناعة الإنيت إميونيتي اللي احنا قلنا بينظمها الستاتنز في حلقتنا، طبعا ليه 100 حاجة بس أنا بقول لكم ما هو الحزن. الحزن ممكن يدينا أعراض نفس جسمانية، آلام، صداع، أعراض نفس جسمانية غير حقيقية. الحزن ممكن يدينا أعراض عنيفة من هذه الأشياء. الحزن الشديد ممكن يديني عرض غريب جدا في الجهاز الهضمي، تقرحات فم وقرحه معده، اسمهم ستريس ألسرز. فجزء منه الروتين، الحزن، نوعيه الطعام، ما تملاش بطنك. الجوع من اهم محفزات المناعه، الجوع من اهم محفزات المناعه. استنى لما اجوع وبعدين اكل. واكل، ولما اكل في الفترات اللي انا ابتديت اكل فيها ما اكلش مره واحده، اكل متقطع. يعني كلما زودت الجوع ما تعطش، احنا مش عايزينك تعطش، وجوع ما تعطش ولكن جوع، ولما تاكل كل 50 مره، يعني في فترات اللي انت هتاكل اكل شويه صغيرين شويه صغيرين. النهارده ابتدينا نتكلم على الصيام المتقطع. أيوه. وفوائده، هو ده موجود في الطب. دي سنة الإنسان، يعني سنة الكون في الإنسان. طب حضرتك اتكلمت بس سريعا عن الصيام المتقطع، في أنواع كتير قوي من الدايت، من الدايت، وفي ناس بدأت تلجأ لبعض العمليات، يعني سواء التكميم أو بالونة المعدة أو الحاجات دي، بيتعاملوا بعد كده عادي ولا بيبقى ليهم نظام غذائي مختلف؟ عمر افتراضي لهذه العمليات من 4 لـ8 سنوات ماكسيموم. بعد ما هتعمل هذه العمليات انت وزنك هيبتدي يزيد. احنا امتى بنعمل هذه العمليات؟ لما الكتلة الجسدية تتعدى رقم محدد، يعني ما ينفعش واحد الكتلة الجسدية بتاعته 27 يروح يعمل سليف او باي باس. لازم تبقى سمنة مفرطة، يعني لازم تبقى سمنة مفرطة، لان هذه العمليات مش عملية سهلة، دي هي عملية اجراء. ما تقوليش بقى ان ده هينزل، او طبعا لما تخس الضغط هينزل، لما تخس السكر هينزل، بس اول ما هتبتدي تزيد وترجع تاكل اكل التخان تاني هتبقى عندك مشكلة. فلازم تتعود تعيش اكل رفاعين مدى الحياه. البالونه دي مرحله من مراحل، قبل الكتله الجسديه ما توصل 30، لكن بعد كده هي ليها دور، هتقعد معاك 6 شهور. وفي طبعا انواع من البلالين، في بالونه بتقعد 6 شهور، في بالونه بتقعد سنه، في بلالين بتتبلع، يعني في كثير منها وبقت FDA approved كلها، لكن هي دي برضو جزء مرحلي.
فاحنا دي بتساعدك انك تاكل اكل رفيعين وتبقى تتبنى اللايف ستايل. يعني لما تشيلها لو ما التزمتش هترجع تاني. بتساعدك على اعاده تاهيلك انك تبقى انسان سليم. لكن لو هترجع لعاداتك القديمه، وكثير من البشر بيرجع لنفس عاداته القديمه، فيبقى ما يعملش حاجه، لن يحدث اي حاجه. وانماط الدايت اللي احنا بنشوف، احنا دايما قلنا ما تتخنش من الاول، لان نزول الوزن في حد ذاته بالرغم من فوائده لكن لينا بعض المشاكل النادره. طبعا النزول المفاجئ في الوزن ممكن يعمل لنا ضيق في شريان، يعمل لنا حاجه من انواع الذبحات المعويه، والتغير المستمر في الوزن يعمل هذا الكلام، يعمل لنا حصوات مراره، ممكن يبقى يعمل لنا سقوط كلى. يعني نزول الوزن في حد ذاته وغير الترهلات الشكليه والترهلات اللي بتبان في الوجه وخلافه بالرغم من فوائد، فهي دايما اللايف ستايل من مبكرا بيحتاج تعليم. ايوه يعني قوه اراده. قوه اراده، وطبعا ده بيجي بالتعليم من الاسره. مش والمدرسه طبعا فيما بعد، بس هي الاسره هي الاساس اللي بتكون كيان الانسان الحقيقي. والله يا دكتور يعني كل مره حضرتك بتنورنا بنستفيد من كلامك جدا ومن معلوماتك الكتيره. ضيفنا اللي كان منورنا الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. شكرا لحضرتك يا دكتور، واجازه سعيده، وكل سنه وحضرتك طيب. واحنا كلنا بالصحه والسعاده.